هلا بنات، شلونكم حبايبي؟ شلون الصحة الأحوال؟ إن شاء الله كله بخير وتمام العافية. شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله مرتاحين. اليوم الفيديو مالتي راح يكون شوية يعني متنوع، راح يكون بتنظيفات وترتيبات وتنظيف عميق، وراح يكون عندي ترتيبات استعداد للسنة الجديدة. إن شاء الله يا ربي سنة خير وبركة وصحة وعافية عليكم حبايبي. السنة الجديدة وإن شاء الله الكل محفوظين بحفظ الرحمن يا ربي. فاليوم حبيت اليوم أسوي هاي الترتيبات وأشارككم بها حبايبي بروتيني اليومي مع تنظيفات وترتيبات السنة الجديدة. هسه طبعا أنا قعدت الساعة بعد ما صليت كملت الفجر. احنا هنا عندنا الساعة تقريبا بـ8 اللي يعني يبين تقريبا شوية ضوء الشمس، يعني بـ7:30 وبعدها ظلمة. هسه مثل ما شفتوا يعني فتحت الشبابيك بس بعدها ظلمة، لكن هي كانت الساعة بـ7:30. المهم حبايبي، فأول ما أبلش راح طبعا أشغل الغسالة وراح أبدي بترتيبات البيت وتنظيفاته والتعزيلات، وإن شاء الله يا ربي هاي يعني الروتين أو التنظيف ينال رضاكم وإعجابكم حبايبي. هنا أنا راح أبدي ألملم. هنا سجودي عندي طبعا كل ما يرسم يبقي ورا ذني الشغلات الراسم بيهم والألوان، فعادي يعني كل ما احكي ويا يابا وخرهن ضمهن، لا ماكو شي لازم يبقن ورا. فبعدي أجان يعني ألملمهن وأرتبهن هاي كالمعتاد يعني. فش اسمه، المهم حبايبي هنا مثل ما تلاحظون دا ألملم هذني الألوان اللي رسم بهن سجودي. وهسه عندي باحة هذن الفرش مباقيهن بالماي مالتهن، كلهن راح أخليهم بهذا الصندوق وأخليهم على يعني أكترهم على مكان. وهسه أول شي راح أبلش، قبل ما أبلش يعني بالصالة راح أبدي أول تنظيفاتي تكون عندي بالحمامات. اول ما طبعا اخلي اضيف لهم القاصر شوية تقريبا فد 15 دقيقة، انقع بالقاصر وابدي انظف البانيو بهاي الصورة حبايبي. طبعا انا دائما استخدم القاصر، بس انصحكم حبايبي يعني من تنظفون بيه لازم يعني تلبسون الكمامة، لانه كل شيء يأذي. يعني انا حقيقة يعني عدة مرات كنت أشتغل بيه فأذاني يعني حيل، حتى صار عندي تحسس بيها من وراء القاصر، يعني ريحة مالته كلش قوية. وشي ثاني يعني الحمام اللي عندي ما بي مثلا شباك أو بيه تهوية، فيكون يعني الهواء يعني متداور فكلش يأذي. أنصحكم يعني من تستخدمون القاصر لازم تلبسون كمامة. انا حبايبي طبعا عندي هاي الحافظات اخلي بيهن الشامبوات واخلي بيهن الليف، يعني الشغلات اللي نحتاجهم بالاستحمام. بعد ما كملتهم تنظيف ارجع ارتبهم بهاي الصورة. صارت عندي هيك مرتبة بعد ما نظفتها وغسلتها. هسه عندي الليف دائما اني من ارد مثلا اعقم استخدم الصودة. بنات هاي الصودة يعني هم تعقم بنفس الوقت يعني ما بيها مضار على الجسم، فاخليهم مي حار وصودة تقريبا فد 15 دقيقة هيك شي، اخليهم ناقعات مي حار وصودة تتعقم وراها بعدين ارجعهم وانشفهم واخليهم مكانهم. فهاي يعني مادة هم امينة ومو كيميائية حتى مثلا تأذي جسمكم. بعد ما اتركهم فد 15 دقيقة الحافظة اللي اخلي بيها الليف اغسلها مثل ما تلاحظون حبايبي. بعد ما اكملها غسل وجلي راح ارجعها بمكانها وارجع الليف بيها. وهنا أنا عندي هذا الدولاب يعني يكون بحافظة بيه شغلات الفرش الاسنان او المعاجين او شغلات المرطبات، يعني الشغلات اللي نستخدمهن اخليهم راح ارتبهم بهاي الصورة حبايبي. طبعا انا دائما ابين لكم واقول انه هاي الفيديوهات هي ليست تعليمية وانما فيديوهات يعني تحفيزية. انتو ان شاء الله كلكم بنات معدلات وامهات بيوت، مثل ما نقول ربات بيوت ممتازات.
بس أني نظرا لطلباتكم حبايبي، يعني دائما هاي أقولها أنفذ طلباتكم، فأشوف هاي الفيديوهات يعني مرغوبة من قبل المتابعات، فأحب أقدمها لكم حبايبي وأشارككم بترتيباتي، حتى يعني نكون أنا وياكم يعني بهاي الترتيبات مشتركين بها سهولا. أنتو يعني حقيقة مو بس متابعات لي، أكثر يعني صديقات وأخوات، فالترتيبات اليومية والشغلات اللي نسويها نحب نشاركها وياكم حبايبي. هاي بعد ما كملت تنظيفات البانيو وتنظيف المغسلة، آخر شي تبقى عندي يعني الكاشي أو الأرضية نمسحها. وهنا حبايبي راح أعطيكم هاي المعلومة كلش طبعا حلوة ومفيدة، واني يعني عن تجربة سويتها، تستخدمون الملح والخل، تخلونه بأي بلوعة عندكم، يعني بالبانيو أو عفو التواليت، أي مكان مغسلة، حتى بالبيت يعني تستخدمون الخل والملح. شكو طاقة سلبية بالبيت، يعني مثلا ضيقة خلق مثل ما نقول، يعني الأشياء السلبية إن شاء الله بإذنها تعالى يعني هاي تخفف من عندها وتقريبا تقضى عليها، إضافة إلى قراءة الآيات والسور القرآنية. راح يكون عندكم إن شاء الله يعني بيت خالي من كل نفس أو كل يعني ضيقة خلق، فاستخدموا هذا الملح يعني إن شاء الله يجيب لكم فنتيجة حلوة، إضافة إلى قراءة القرآن المستمر بصورة عامة. يعني راح تفيدكم هيك يعني أشياء أنا حبيت أوضحها لكم حبايبي وأفيدكم بها، حتى بالأركان البيت أو تمسحون بها بالملح، يعني هماتين كلش تفيدكم حبايبي، جربوها. هسه بعد ما كملت الحمامات وغسلتهم كلهم، راح اجي على الصالة، لان انا قلت لكم اول ما ابلش بالحمامات، فهسه راح نجي على الصالة. طبعا يوم الصالة راح تكون بها ترتيبات وتنظيفات عميقة، لانه تعرفون على اعياد رأس السنة ان شاء الله، اعياد تكون خير علينا وعليكم، وان شاء الله سنة جديدة علينا وعليكم حبايبي، فحبيت ارتب وانظف الصالة، يعني فتشي يبعث على السرور وعلى البهجة. نسوي هذا الشيء حتى على مود يكون عندنا بالبيت طاقة إيجابية أكثر، لأن هاي الترتيبات والتغييرات والتنظيفات كل ما كانت مستمرة دائما، كل ما تنطي يعني طاقة إيجابية بالبيت. فهسه حبايبي مثل ما تلاحظون الشباك بعد ما أمسحه وأكمله داير المداير، والجام هماتين أمسحه وأنظفه، هم استخدم هنا أنا عندي القاصر استخدمه، طبعا القاصر كلش حلو ينظف، بس الشغل بي انه لازم مت يعني تشتغلون بي، يعني اوصيكم تلبسون الكمامة لانه كلش ضروري. يعني هسه بعد ما كملت تنظيف الجام والشباك، عندي هسه الارضية راح يعني اكملها تنظيفها، وراح نسوي بعض التغييرات والترتيبات بالصالة. أنا يعني طبعا لازم كل فترة أسوي تغيير، حتى بالسجاد دائما يعني مراتي يدور على الساعة مكانها وين، لأنه متغير منها ومن نافق، يقول لي والله حتى راس اندار هالقد ما تغيرين بالصالة، حتى راس اندار بعد وين. فأحب يعني أسوي تغييرات كل فترة. اي حبايبي هسه عندي راح ابين لكم هنا تزيين شجرة عيد الميلاد، طبعا انا هاي كل سنة بعد ما تكمل يعني السنة الجديدة، وهذه ارجعهم يعني تتقطع هي على 3 قطع، اخليهم بهذا الكيس احتفظ بهم للسنة الجاية، يعني كل سنة جديدة اطلعهم مرة ثانية يعني اشدهم. فهسه راح عندي هاي القطع، اول شي راح عندي هاي الستاند بعد ما ارتب بيه الجزء الاول، واخلي بيها الجزء الثاني، واخر شي الثالث، هن 3 قطع تكون. فاحتفظ بيهن اخليهن عندي مخزن جوه، اخلي بيهن شغلات الزايدة حتى ذني يعني شغلات التزيينات مالتهم، بعد ما نكمل اكون ارجحن. فهسه حبايبي دا ازين بيهم، وان شاء الله يعني هذا التزيين ينور رضاكم واعجابكم حبايبي. هسه حبايبي هنا أنا كملت عندي الصالة، صارت بهاي الصورة وهذا الشكل، ان شاء الله هاي الترتيبات وهاي الافكار يعني تستفادون من عندها حبايبي.
وحبيت أشارككم بها، وإن شاء الله تنال رضاكم وإعجابكم. بس بعد انتظروا، ها بعد ما مكملين، بعد عندي المطبخ إن شاء الله ننتقل للمطبخ ونبين لكم بعض الترتيبات والأشياء اللي سويتها واشتغلتها. حبايبي اللي وصل لهنا بهذا المقطع من الفيديو، أرجو منكم أن ما تنسون دعم القناة باللايك. طبعا أكون كلش شاكرة لكم حبايبي، أنتم ما تقصرون والله العظيم، عند تخجلوني بكلامكم الحلو، تشجيعاتكم وكلامكم يعني كلش 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 يفرحني. صح يعني مشاهدات عندي جدا جدا قليلة، ويعني لايكات جدا قليلة، بس الكلام الحلو اللي دا أسمع من عندكم والتعليقات اللي أقراها يعني حقيقة والله العظيم يعني تثلج قلبي، وتخليني يعني ما أدير بال إنه المشاهدات عندي تصعد أو تنزل، لأنه الكلمات اللي تقولوها يعني كلش كلمات حلوة يعني راقية، وحقيقة يعني تخلي عندي فرحة بداخلي، فتخليني أنسى يعني المشاهدات عندي مثلا قليلة أو ماكو تفاعل. فالمهم حبايبي، أنا إن شاء الله يعني ما تهمني هاي الشغلات إنه ارتفعت مشاهداتي أو نزلت، أو يعني المهم إنه عندي مجموعة من البنات والمتابعات اللي هم فعلا حقيق يعني حقيقيات وبالمتابعة، وفعلا وفيات مثل ما نقول عندي. هذا طبعا كلش كافي، وهذا الشيء طبعا كلش كافي يغنيني عن المشاهدات العالية أو أرباح القناة. أنا هذا عندي مو إشكال، لأن أنا حقيقة يعني القناة فتحتها لأن عندي هواية، وعندي بداخلي حب تنظيم وترتيب البيت، وعندي هواية الطبخ، وعندي هواية تزيين الكيك، فحبيت أشارككم بهاي الهواية. مجرد أنها مشاركة وياكم، مو شرط تخلي القناة يعني ما تربح، ماكو أي إشكال، المهم أسمع كلام لطيف من عندكم وكلام حلو، هذا كلش كافي طبعا عندي. طبعا هاي البيونة ابني سجودي يحب مرات يعني يعزف بيها، هيك مجرد هواية طبعا هو ما يعرف، بس يعني يحب البيونة، فمرات يتعلم يحب هو بينه وبين نفسه، فهاي يعني مكانها موجود، خليتها يم هنا عندي يم اللوحات. وهاي هنا حبايبي هم راح اشوفكم بعض الترتيبات اللي سويتها بهذا الدولاب الصغير، يعني شغلات هيك بسيطة. هسه راح ننتقل للمطبخ واشوفكم بعض الترتيبات اللي سويتها. هنا انا عندي حبايبي هذا الركن يكون قريب على الثلاجة، سويت بي بعض الترتيبات، يعني هذا ما استخدمه دائما، فحبيت اخلي بي هاي الاشياء يعني مثل نقول تحفيات او شغلات يعني خاصة بالمطبخ، يعني ما استخدم هذا الركن، فقلت احسن ما يبقى هيك مثل ما نقول ركن ميت، فحبيت يعني اسوي بي هاي الاشياء الترتيبات حتى يعني يكون بها شغلات حلوة، يعني الأشياء الموجودة عندي ما أستخدمها، مجرد يعني تكون ديكور مو أكثر. هاي الصورة حبايبي، وهنا حبايبي على السريع سويت الغداء تمن أحمر، هو أسرع شيء طبعا. هذا اليوم ماكو أحد بالبيت طالعين، بس أنا أبو سجاد، فسويت شيء سريع صار غدا كيوت مكانكم خالي. فعندي هنا الكبة، وعندي الكوابة موجودة طبعا بالمجمدة، أنا بس مجرد طلعتهم وقليتهم، والتمن أحمر طبخته هيك على السريع، وصارت عندي هاي السفرة مكانكم خالي حبايبي.
هسه اني نقولكم نستودعكم الله في امان الله، وان شاء الله يا ربي هذا الفيديو نال رضاكم واعجابكم. واهم شيء حبايبي ما تنسون اللايك زين. اني يلا باي باي.